وقد أجرى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اتصالا هاتفيا مع رئيس بعثة الحج الكويتية خليف مثيب الإذينة مساء اليوم. نقل خلاله تحيات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي العهد وتمنياتهما للحجاج الكويتيين بأداء المناسك بيسر وسهولة. كذلك اطمأن الشيخ جابر على أحوال الحجاج مشيدا بما يقدمه خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة من جهود وإمكانيات ورعاية لحجاج بيت الله الحرام.